شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية للدفعة 120 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية. وخلال كلمته بالاحتفال نقل الفريق أول محمد زكي تحيات الرئيس السيسي للطلبة الجدد وأسرهم، كما أثنى على أداء الطلبة الذين يخطون أولى خطواتهم نحو الحياة العسكرية. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للدفعة 120 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية، والتي تضم عددا من الدارسين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين بالقاهرة. بدأ الاحتفال بتقديم مجموعات من الطلبة المستجدين عرضا رياضيا تضمن مهارات الاشتباك والدفاع عن النفس والقتال المتلاحم، وعروضا لرياضات الكاراتيه والفروسية والدراجات الهوائية أظهرت مدى الاستعداد البدني والذهني للطلبة والمستوى الراقي في التدريب. كما استعرض الطلبة مدى ما اكتسبوه من مهارات متعددة خلال فترة الإعداد العسكري. شملت المهارات الفردية في فك وتركيب الأسلحة الصغيرة تحت مختلف الظروف، وتنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية، وتنفيذ أحد الأنشطة التدريبية التي تضمنت اقتحام نقطة قوية أبرزت الاحتراف في تنفيذ المهام التدريبية والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة الجدد. كما استعرض الطلبة مهاراتهم في التعليم الأولي باستخدام السلاح وبدونه، تلاها عرض للموسيقات العسكرية. واختتمت العروض بالعرض العسكري الذي شاركت فيه مجموعات من الطلبة يتقدمهم حملة الأعلام. وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. وأعلن كبير معلمي الكلية الحربية نتيجة انتهاء فترة الإعداد العسكري، كما تم تكريم عددا من الطلبة المتميزين تقديرا لتفوقهم. وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة التعليمية بالأكاديمية العسكرية المصرية لتأهيل وإعداد أجيال جديدة من ضباط القوات المسلحة المتسلحين بالعلم والمعرفة والانضباط العسكري. وفي نهاية الاحتفال
ألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة الجدد وأسرهم. لقد حرصت على الالتحاق بالكليات العسكرية وتحملتم المشاق والصعاب وكنتم على قدر المسؤولية، وها أنتم تخطون أولى خطواتكم في الحياة العسكرية لتشاركوا باقي أبناء القوات المسلحة في الحفاظ على قوة وهيبة وشموخ قواتنا المسلحة لتبقى راية الوطن عالية خفاقة. أبناء رجال الكليات العسكرية الجدد، احرصوا دائما على طلب العلم والاطلاع والمعرفة والاستفادة من المنظومات العلمية الحديثة التي زودت بها القوات المسلحة مؤسساتها العلمية لتكون خير معين لكم في بنائكم العلمي والفكري، وحتى تكونوا ضباطا متسلحين بالعلم والمعرفة لتكونوا في المستقبل القريب قادرين على صون مقدرات مصر والمساهمة الفعالة في تقدمها وازدهارها. وأنني على ثقة أنكم ستكونوا امتدادا لأجيال ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء. إن انتمائكم للعسكرية المصرية شرف لا يعلو شرف ووسام على صدوركم، وغاية يتطلع إليها كل مصري مخلص لحمل شرف حماية الوطن والدفاع عنه. داعما ومساندا لقضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وسعي مصر الدائم لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء بقطاع غزة، موجها الشكر لأسر الطلبة على ما بذلوه من جهد لتنشئة الأبناء بالقيم والمبادئ الأصيلة لشعب مصر العظيم.